نعم، بدأت بالفعل قبل قليل هنا في داخل قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة الاجتماع الثنائي بين الرئيس رجب طيب أردوغان مع ضيف ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي ستبحث عدد من الموضوعات على طاولة هذه المحادثات الثنائية، كانت من جانب الاقتصادي والاستثماري، والذي سيكون بعد 45 دقيقة هنا في هذه القاعة توقيع لبعض هذه الاتفاقيات هنا أمام الصحافة وأمام أيضا مسؤولين البلدين الذين حضروا في هذا الاستقبال وعلى هامش هذه الزيارة. هذا من ناحية. من الناحية السياسية هناك مناقشة لعدد من القضايا الإقليمية التي لطالما كان هناك اختلاف بين أنقرة وأبوظبي حولها، والجميع يتطلع إلى هذه الزيارة بأنها ستكون مفتاح أو صفحة جديدة لعلاقات جديدة، وهذا هذه الاجتماعات ستؤثر على المحيط الإقليمي خصوصا في القضايا التي لطالما كانت محل خلاف بين الطرفين، والكل ينظر من خلال حفاوة هذا الاستقبال الذي تم قبل قليل هنا في العاصمة التركية أنقرة، وعلى رأس المستقبلين الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي استعرض أمام ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد عددا حرس الشرف، ومن ثم استقبال رسمي للمسؤولين الأتراك. الكثير من القضايا على مدى 45 دقيقة من الآن سيتم مناقشتها في المحادثات الثنائية، وبعدها سيكون هناك توقيع لعدد من الاتفاقيات. سنكون معكم في أول لحظة بلحظة. شكرا جياب أبو صفية في أنقرة.